اهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم مدد، مهنه جديده من مهن الصحابه نتعرف عليها النهارده، وهي مهنه الطب، واللي اتميزت فيها ام المؤمنين السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، وده بجانب معرفتها للعديد من العلوم وتفردها كمان بالشعر والحديث. السيده عائشه بنت ابي بكر رضي الله عنها وارضاها كانت نبغه وعالمه لدرجه جعلتها تتفوق على الكثير من الصحابه والائمه. كمان كانت تتفرد ب40 خاصية عن كل الصحابة الكرام، وده وفقا لما ورد في كتاب الإمام الزرقشي. وقال الإمام عروة بن الزبير وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة عن خالته السيدة عائشة بنت أبي بكر زوجة النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هنا بقى بيوضح عروة ابن الزبير مدى نبوغ السيدة عائشة في العلوم المختلفة، خاصة علم الطب اللي برعت وابتكرت فيه، فأصبحت خير قدوة لكل طبيب في زماننا هذا، خاصة أنها من أفضل سيدات بيت النبوة. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تعلمت مهنة الطب من وفود العرب اللي كانت بتيجي للرسول عليه الصلاة والسلام وبكثرة السؤال والبحث، وهنا بيظهر بقى شغفها وإصرارها الشديد على تعلم مهنة الطب. تعالوا بقى النهاردة، أنا مشرفني في الاستوديو المنشدة نرمين محمد اللي بنقول لها كل سنة طيبة ومنورانا. طيب بخير، كل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين بخير. وانت طيبة. قولي بقى انت ازاي يعني شفتي شغف السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمهنة الطب، ولو انها كانت متعلمة مهن كتير. طبعا شغفها طبعا ان هي كفان، هي لم تكتفي بدورها ان هي كزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلمت الطب وتعلمت مهن كتير زي ما حضرتك قلت، فده لوحده اصلا يعني كفاية، ممكن تقول انا زوجة سيدنا محمد يعني طبعا. طب انت شايفة ازاي نساء المسلمين يقتدوا بالسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ طبعا بصفاتها الحميدة وبأخلاقها، ان قدوة لبنات والنساء المسلمين كلهم، بإصرارها برضو وتعلمها ان هي تعلم الطب وبتتعلم مهن كتير، فالإصرار طبعا يعني طيب انت شايفة برضو الطلبة بتوع الطب، يعني انا كنت بقول ان السيدة عائشة كانت بكثرة السؤال والتفكر والبحث أصبحت يعني طبيبة، هل برضو على الطلبة بتوع مهنة الطب اللي هم برضو اللي هم هيمتهنوا طبعا المهنة ديت لازم يفكروا كويس ولازم يبحثوا كويس ولازم يشتغلوا على نفسهم أكتر وأكتر؟ أكيد طبعا، أكيد طبعا، المهنة برضو مش سهلة. أكيد أكيد، يعني وزي ما حضرتك قلت يعني خير قدوة السيدة عائشة، ما فيش أحسن من كده إن هم يقتدوا بيها. لا ما فيش أحسن من كده. أكيد. طيب إحنا عايزين نسمع منك بقى، سمينا حاجة كده الحاجات بتاعت يعني مش هنقول بقى زمان قوي، يعني مثلا ممكن نقول ياسمين الخيام. يا ريت سيدة ياسمين الخيام يبقى أم النبي بقى. أم النبي. طب يا ريت اتفضلي. يا آمنة يا أم النبي، يا عطر مكي يثربي، يا أمي وفي أعز الصبا تهدي حياتها وتوهبي طه الحبيب أطهر وليد أجمل صبي وأعظم نبي. طه الحبيب أطهر وليد أجمل صبي وأعظم نبي، نبينا محمد رسول الله نور في أحضانك نما كما سما بدر السما، ولحظة الميلاد ألم والأم صبر ومرحمة طبع الأمومة، إنما كنت في ميلاده باسمة طبع الأمومة، إنما كنت في ميلاده باسمة، والفرحة زهرة منك يا طهرة حتى في ميلاده كان نسمة طهرة، نور بدا منك ولم تتألمي أو تتعبي، قمر وفي المهدي ابتسم، قمر وفي المهدي ابتسم، وسمي وصلي على النبي، سمي وصلي على النبي، سمي وصلي على النبي، سمي وصلي على النبي. الله عليك.
الله احسنت، وعليه الصلاه والسلام طبعا، يعني ما شاء الله اداء وصوت ربنا ويعني يبارك في حضرتك ونغم يا رب. جميل. تسلم ربنا تسلم يرضى لنا حضرتك والله، يا رب. نورتينا وكل سنه وانت طيبه، حضرتك رمضان بصحة كريم. وسلامة يا رب، الله اكرم. مشاهدينا الكرام، بكده خلصت حلقتنا النهارده من برنامجكم مدد، تحياتي ليكم واشوف دايما حضراتكم على الف خير.